السلام عليكم طلاب، هاي المحاضرة خاصة طلاب المرحلة الرابعة كلية طب الأسنان جامعة بغداد. المحاضرة بعنوان White Blood Cells Disorders. احنا نعرف ال Blood Cells consist of White Blood Cells, Red Blood Cells and Platelets. اليوم المحاضرة فقط عن ال White Blood Cells. هاي المحاضرة والمحاضرة القادمة إن شاء الله. الفرق بين ال white blood cells بينها وبين ال red blood cells وال platelets هي النيوكليوس، نواة موجودة بال white blood cells بس ما موجودة بال red blood cells وال platelets. ال white blood cells تعتبر خط الدفاع الأول بداخل الجسم، يعني الاميونيتي، المناعة مال الجسم. لما يصير بيها مشكلة راح يصير عندنا delayed healing, infection, mucosal ulceration، درجات متفاوتة حسب الديفكت. انت كدينتست لازم تعرف تميز المريض اللي عنده مشكلة بالوايت بلاد سيلز شلون؟ من خلال الهيستوري، clinical examination والscreening test، تحليلات اللي تدزها بالمختبر. وشلون وش وقت تقدر تكتشف هذا الشيء وتدزه وتسوي له ريفيرال للفيزيشن، وبالتالي انت ممكن تنقذ حياة مريض ما يدري انه هو عنده مشكلة. اذا سحبنا بلد من اي healthy patient تكون صحته زينة ما بي شي، راح نشوف انه ال white blood cells نسبتها كلش قليلة، اقل من 1%. طبعا من نسحب بلاد نخليه بالسنترفيوج راح يتقسم البلاد الى مكونات الرئيسية. اكثر شي موجود البلازما وال RBC red blood cells، الليكوسايتس or ال white blood cells اقل من 1%. هاي الواحد بالمية تمثل لنا 5% من التوتال وايت بلاد سيلز الموجودة بالجسم. ليش؟ لأنه الوايت بلاد سيلز موجودة مو بس بالبلد، موجودة باللمفاتيك سيستم، موجودة باللمف نود، موجودة بالسبلين، وموجودة في شيء اسمه ميوكوسا اسوشيتد لمفويد تيشيو لايننج ذا ريسبيراتوري اند جاسترو انتستينال تراكتس، موجود بالبطانة الموجودة بالقناة الهضمية والتنفسية، مسؤولة على أنه كل جسم غريب يدخل بهاي المناطق رأسا تقدر تتخلص منها وتقضي عليها. فالوايت بلاد سيلز موجودة مو بس بالبلد، موجودة باللمفاتيك سيستم. منو يسوي الخلايا؟ بالبون اكو فشي بالبون مارو العفو اسمه هيماتوبويتيك ستيم سيلز، خلايا جذعية اكيد سامعين بيها الستيم سيلز. هاي الخلايا ممكن يصير بيها ديفرينشيشن الى اي نوع من الخلايا اللي يحتاجها الجسم. يعني اذا الجسم يحتاج ريد بلاد سيلز تتحول، اذا الجسم يحتاج وايت بلاد سيلز تتحول، وإذا الجسم يحتاج بليتليتس أيضا تتحول إلى بليتليتس حسب حاجة الجسم. من يصير قلة بالوايت بلاد سيلز فالستيم سيلز شو تسوي؟ تنتج لنا وايت بلاد سيلز جديدة، يصير بيها ديفرينشيشن بالستيم سيلز. هسه راح نحكي على كريات الدم البيضاء بالتفصيل. تتقسم كريات الدم البيضاء إلى 3 جروبس. الجروب الأول يسموه الجرانيولوسايتس، الجروب الثاني مونوسايتس، والجروب الثالث لنفوسايتس. الجرانيولوسايتس تفرق عن البقية أنه السيتوبلازم مالته بي جرانيولز، هذا الفرق الأول. الفرق الثاني النيوكلياس تكون مفصصة لوبت بينما البقية
النيوكليس مالته تكون راوند. ذني ثلاثة تني يسموها الجرانيولوسايتس. اكو مصطلح جديد هم لازم سامعين به هواية ولازم تعرفوه، اسمه المايلويد سيلز. سامعين اكيد مثلا الاكيود مايلويد لوكيميا، هسه بعد شوي هم راح نحكي عليها. فمصطلح المايلويد سيلز يشمل لنا الجرانيولوسايتس كليتها ويا المونوسايتس. يعني المايلويد سيلز تشمل المونوسايتس والجرانيولوسايتس. زين، اللمفوسايتس والمونوسايتس يسموها ايضا اجرانيولوسايتس، يعني ما بيها جرانيولز بالسيتوبلازم. بالنسبة للجرانيولوسايتس تشمل لنا نيوتروفل بيسوفل ايوسينوفل. بالتحليل مال دم من تطلب من مريض يسوي لك كومبليت بلاد كاونت اور كومبليت بلاد بيكتشر، بالنتائج مال التحليل ما يطلع لك بس عدد كريات الدم البيضاء، بس راح يسوي لك ديفرنشيشن همينه، يعني راح يطلع لك كل وحده ايش قد نسبتها. ليش؟ شنو السبب؟ لانه كل وحده من ذني بيسوفول ايوسينوفول نيوتروفول لنفوسايت تي لنفوسايت بي لنفوسايت مونوسايت، الزياده مالتها تعطيك دايجنوسيس شكل، كل واحد يعطيك دايجنوسيس شكل. يعني مثلا ايوسينوفول والبيسوفول اذا زاد العدد مالتها او صارت بي مشكله العدد مالتها معناتها اكو اليرجيك رياكشن. ليش؟ لان يعني هذا التخصص مالتها هو الاليرجي. الايوسينوفول مثلا تختص بالباراسايت انفكشن، فاذا زادت معناتها اكو احتمال باراسايت انفكشن. نيوتروفل عادة تهاجم البكتيريا، نسبتها كلش هواية. بالنسبة لجرانيولوسايت تقريبا 90%. هنا النيوتروفل تهاجم فشي غريب موجود بالبلد، تظل تمشي وراء إلى أن تقضي عليها بالفيجوسايتوسيس. اللمفوسايت تشمل لنا تي لمفوسايتس بي لمفوسايتس والناتشرال كيلر سيلز. التي لمفوسايتس مسؤولة عن الديليد اميون رياكشن، البي لمفوسايتس مسؤولة عن الاميديت، هي اللي تكون البلازما سيلز واللي تكون الاميونوجلوبولين على مود الطلاب يحفظوها من كنا احنا طلاب. زين نحفظها اول، يعني الميونوجلوبولين اي الميونوجلوبولين دي نجمعها بكلمة ماجد او كلمة جامد على مود لا تنساها. الميونوجلوبولين اي دي اي جي ام عادة بالكتب تترتب حسب الابجدية، بس على مود لا تنساها كلمة ماجد او جامد. الناتشرال كيلر سيلز هاي اكثر شيء اختصاصها الخلايا السرطانيه. من اكو خلايا سرطانيه بالبلد تهجم عليها وتقضي عليها، تتحد وياها تفرز بداخل الخليه السرطانيه ماده تسوي لها نكروسز وتذوبها وتقتلها، سواء الخليه السرطانيه او الفيروسات. بالنسبه للمونوسايتس هم بها هواية وظائف، فيجوسايتوسيس انتيجين بريزنتنج سيلز والانتراسيلولار كولينج. بالنسبه للانتيجين بريزنتنج سيلز المونوسايتس اذا موجوده بالجلد يسموها اللانجرهانز سيلز، يجوز سامعين بها قسم منكم. اللانجرهانز سيلز هي نفسها المونوسايتس الموجوده بالسكن. بالنسبه للوايت بلاد سيلز العدد مالتها بالبلد من 4400 إلى 11000 بير مايكرو لتر. إذا كان العدد أقل يسموها ليكوبينيا، إذا كان العدد أكثر من 11000 يسموه ليكوسايتوسيس. الليكوسايتوسيس أكو فيزيولوجيكال وباثولوجيكال.
فيزيولوجيكالي كوسايتوسيس، يعني تزداد كريات دم بيضاء لما الواحد يسوي اكسرسايز تمارين، او في حالة البريجنانسي، او في حالات السترس كمثال. والباثولوجيكال ليكوسايتوسيس مثلا في حالة الانفكشن، نيكروسيس الى اخره. احنا قلنا بالورقة مال النتيجة مال تحليل مال كومبليت بلاد بيكتشر تجيك فقرة اسمها differentiated white blood cells، يعني مو بس العدد الكلي، نسبتها. ليش؟ لأنه يعني كل وحدة تفيد بدياجنوسز تختلف عن الثانية. فمثلا نيوتروفل إذا تزداد معناته أكو بايوجينيك انفكشنز، إيوسينوفل أليرجي وباراسايتيك انفكشن، البيسوفل أليرجي، اللمفوسايت تي بي سيفلس، سيفلس فيرال انفكشن، والمونوسايت بروتوزوال انفكشنز. فطبيب ابو الباطنية خاصة لانه اختصاصه، من يشوف اكو زيادة بوحدة من ذني معناتها يساعده بالتشخيص الحالة اللي عند المريض. الليكوبينيا عادة يصير بالمرضى اللي ياخذون كيموثيرابي، الاميونيتي مالتهم كلش تقل، يعني وايت بلاد سيلز مالتهم تقل جوا النورمال، سواء زيادة ليكوبينيا، العفو، سواء زيادة ليكوسايتوسز او نقصان ليكوبينيا، معناته اكو مشكلة بالبون مارو، لان يعني احنا قلنا البون مارو هو المصنع مال كريات الدم. وبما انه اكو مشكلة فالمشكلة عامة، يعني مو بس بالبايتوبلاست سيلز، مثلا البليتليت احتمال تقل الانتاج مالتها فيصير ثرومبوسايتوبينيا، احتمال كريات الدم الحمراء يزداد او يقل الانتاج مالتها. فشلون نتأكد؟ ناخذ بايوبسي من البون مارو. موضوعنا هسه اللوكيميا، شنو الفرق بين اللوكيميا والليكوسايتوسيس؟ اثنيناتهم زيادات بالوايت بلاد سيلز، بس اللوكيميا صح كريات الدم البيضاء هواية كلش، بس تكون اماتشور فانكشنلس، يعني ما تأدي الوظيفة مالتها. فلوكيميا ازدياد كريات الدم البيضاء غير المفيدة، يسموها cancer of white blood cells، بينما الليكوسايتوسيس ازدياد بسيط بالكريات الدم البيضاء الطبيعية. في حالة اللوكيميا راح يصير عندنا immunosuppression، قلة المناعة نتيجة المرض نفسه، لأنه يعني ماكو خلايا تشتغل زين، أو نتيجة الأدوية اللي ياخذها على مود يعالج اللوكيميا، يعني الكيموثيرابي. اللوكيميا بها أربع أنواع، النوعين الرئيسيتين اللي هي لنفوبلاستيك ولنفوبلاستيك ومايلويد، أكو أكيوت وأكو كرونيك. الأكيوت يكون عادة رابيدلي بروجريسيف، يصير شوية قوي، المريض احتمال ما يلحق عليه يعني فترة قليلة من الوقت، بينما الكرونيك لا، يكون مزمن ويظل فترة طويلة، وأي احتمال أي عرض من أعراض اللوكيميا ما تطلع عليه على المريض. في حالة الكرونيك يختلف عن الأكيوت بأنه الخلايا الدم البيضاء تكون فانكشنال تشتغل زين، وزيادة هواية كريات الدم البيضاء، بس الأكيوت لا، immature white blood cells. قبل شوية حكيناكم على مصطلح المايلويد، نراجعها على مود تبقى ببالكم. فمن نقول acute lymphoblastic leukemia معناتها واحد من اللمفوسايت اللي هو التي سيلز، البي سيلز، والناتشرال كلر سيلز، بينما المايلويد سيلز
هي تشمل لنا الجرانيولوسايتس والمونوسايتس. يعني إذا مريض عنده أكيوت مايلويد لوكيميا، احنا قلنا اللوكيميا ازدياد كريات الدم البيضاء غير الفعالة، immature functionless white blood cell. بس يا نوع من أنواع الكريات الدم البيضاء، إذا قلت لك الأكيوت مايلويد لوكيميا تقول لي واحد من ذني، يا إما الجرانيولوسايتس أو المونوسايتس. فبصورة عامة على ما تحفظها، اللوكيميا بيها تو تايبس، لنفوبلاستيك لوكيميا والمايلويد لوكيميا، كل واحدة من عندهم بيها أكيوت وبيها كرونيك، فيصير أربع أنواع. أكو نوع معين، يعني كلش موجود هواية بالأطفال، ونوع معين موجود هواية بالكبار بالعمر بالأدلتس. على مود تحفظها نسهل للطلاب الحفظ مالتها، أكيوت لنفوبلاستيك لوكيميا هو الموست كومون بالشيلدرن، المختصر مالته all، فall children تحفظها هيجي all children يعني كل الأطفال، مختصر مال acute lymphoblastic leukemia. بينما بالأدلت الموست كومون لوكيميا هو الأكيوت مايلويد لوكيميا AML، هذا المختصر مالته. على مود يحفظوها الطلاب خلي يتذكرون كلمة أمل، الأدلتس عندهم أمل، إن شاء الله عندهم أمل. هاي بس فشي بسيط على مود تبقى ببالكم، فإذا يجيك سؤال most common type of leukemia تتذكر كلمة all children acute lymphoblastic leukemia، وإذا جاك سؤال شنو هو most common type of leukemia بالأدلتس تقول له أمل acute myeloid leukemia. اللوكيميا تصير all races at any age more common in men more common in adults، ماكو فد نوع معين من انواع البشر او الجنس يختلف عن الثاني بنسبة الاصابة باللوكيميا، ويصير بكل الاعمار، بس اكثر شي يصير بالرياجيل، وأكثر شيء يصير بالأدلتس اللي هم فوق ال 65 سنة، تقريبا نص الأعداد مال اللوكيميا يصير ورا 65 سنة. الأسباب مال اللوكيميا هو اللوكيميا نفسها unknown cause، ما حد يعرف السبب الرئيسي مالته، بس أكو risk factor أو the most probable causes اللي هي الأيونايزنج راديشن، بعض أنواع الفيروسات، السموكينج والاكسبوجر تو الكترو ماجنتيك فيلدز. بالنسبه لللمفوما يصير بها همين اميونو سبرشن نتيجه المرض نفسه او نتيجه الادويه اللي ياخذها المريض. كتعريف هي الكانسر اوف ذا لمفويد اورجانز اند تيشوز، كلش مهمه بالنسبه للدينتست. ليش؟ لانه اكثر الاعراض مال الليمفوما تبدي الانيشال ساينز تطلع بالاورال كافيتي والهيد اند نيك ريجن، فكلش مهمه بالنسبه للدينتست. اكثر مكان بالاورال كافيتي يصير بالسوفت باليت والاوروفارينكس، الجزء الاخير من الاورال كافيتي، فالبرزنتيشن يصير مثل هاي اللي موجود هسه بالصورة. طبعا من الممكن ان يصير بكل مكان بالأورال كافيتي والهيد اند نيك ريجن. شلون نسوي يعني تأكيد للتشخيص؟ عن طريق اخذ بايوبسي. الليمفوما تتقسم عدة اقسام، بس بصورة عامة نقدر نقسمها الى سيل تايب، اكو البي سيل ليمفوما، تي سيل لنفوما، اذا صار بالميوكوسا اسوشيتد لنفويد تيشو لنفوما، بالبلازما سيلز، وتتقسم according to the appearance small or large cell لنفوما، وايضا according to the clinical behavior low intermediate and high grade.
كلش انواع هواية بيها اللنفوما. بس الموست كومن تايبس المطلوب منكم تعرفوها هي الهوشكنز لنفوما، نان هوشكنز لنفوما، بيركت لنفوما، والمالتيبل مايلوما. الهوشكنز لنفوما تتميز عن البقية بوجود الريد ستيرنبرغ سيلز بالهيستوباثولوجي. البقية كل أنواع اللنفوما البقية يسموها نان هوشكنز لنفوما. فإذا أخذنا بايوبسي وديناها للتحليل النسيجي وشاف هاي الخلايا اللي هي الريد ستيرنبرغ سيل، شو يسميها؟ يسميها الهوشكنز لنفوما. وإذا كانت لنفوما ما موجودة بها هاي الخلايا مبدئيا أو الاسم العام يسميها نان هوشكنز لنفوما. الهوشكنز لنفوما شنو الأعراض مالتها؟ مثلا نان بينفول انلارجمنت باللنف نود مالنيك مثلا، فعنده غدد لنفاوية كبيرة بس بينلس ما بيها ألم. نايت سواتينج، واحد بالليل يتعرق هواية. سادل لوس اوف ويت، وزنه رأسا ينفقد أو يقل وزنه رأسا، وغيرها من العلامات الخاصة بالهوشكنز لنفوما. النان هوشكنز لنفوما قلنا ما نشوف بها هاي الخلايا. البيركت لنفوما هي نوع من انواع النان هوشكنز لنفوما، اكثر شيء موجوده بالبون واللنف نود لنف نودز. بالنسبه للمالتيبل مايلوما هي عباره عن مالجننت بلازما سيلز. احنا قلنا البلازما سيلز من يسويها؟ البي سيلز بدايه المحاضره. فالمالتيبل مايلوما هي المالجننت بلازما سيلز، تتميز بيش؟ بوجود مالتيبل ليجن بالسكليتال سيستم. هسه بعد شوي نشوف صوره. هسه ابو الهيستو من يسوي تحليل نسيجي راح يشوف الريد ستيرنبرغ سيلز يقول عليها هوشكنز لنفوم، هاي النورمال لنفوسايت. واذا ما شاف هاي الخلايا يسموها نان هوشكنز لنفوما. راح اعرض لكم كم صوره للبرزنتيشن مال لنفنوما. مثلا هذا انت كلينيكالي ما تقدر تميز تقول هذا هل هو هوشكنز او نان هوشكنز لنفوما، بس تقول بصوره عامه لنفوما. ورا ما تاخذ بايوبسي وتدزها راح يفرق لك بالفحص هنا انا مالتيبل لنف نود انلارجمنت انلارجمنت، احتمال يصير بأور اورال كافيتي. يعني انت كدينتست تجي كاي ايتش برزنتيشن انت راسا شو تقول؟ تقول هذا بيري ابيكال ابسس، وتاخذ له اكس راي راح تشوف راديو لوسيد ليجن وتشلع الاسنان كليتها. هو اصلا ما له علاقه الاسنان، يطلع عنده مثلا نان هوشكنز لنفوم. بالاو بي جي شفت هذا الراديو لوسنت ليجن، راسا التشكيله قلت هذا ليجن associated with this tooth. زين it must be treated by endo or extraction، بس هو اصلا السن ما له علاقة نهائيا. احد البرزنتيشن مال بيركت لنفوما هنا صاير بالماندبل. مالتيبل مايلوما الى كاركترستيك فيتشر بالاكس راي، تشوفون هاي الليجنز بسكليتال سيستم مميزه للمالتيبل مايلوما. بالاخير فشي بسيط على مود شويه تقوون الذاكره مالتكم، الانكريزد وايت بلاد سيلز كاونت ابوف نورمال از كولد. هنا انا ما قلت لك الفانكشنلس او الايماتشور، بصوره عامه increased white blood cells count above normal is called شنو؟ عافية leukocytosis. زين the normal range of white blood cells count is ايش قد النورمال رينج تتذكروا؟ ايش قد؟ همين عافية
من 4400 إلى 11000 بير مايكرو لتر. حبيت أذكر بعض المعلومات اللي هي للاطلاع فقط وليس مطلوبة منكم. اللي اكتشف أو اللي أول واحد وصف هوتشكنز لنفوما هو العالم البريطاني هوتشكنز، هاي صورته. وأول واحد وصف البيركت لنفوما هو العالم الإيرلندي بيركت. الحمد لله خلصنا المحاضرة، إن شاء الله كل التوفيق لكم.